اسي ودير لابون. خلال سنة 2019 سجلنا تخفيض حوالي 13 إلى 14%، حوالي 14% راه كاينه في الحصيله عرضها قبيله رئيس المكتب، 14% حوالي 14% بالمقارنه من سنه 2018، وهذه ثاني راهي مشجعه خاصه في الجزائر العاصمه. وما ما يخفيكمش باللي راه عندنا حوالي 30% من الحاضره تاع السيارات على مستوى ولايه على مستوى الوطن راهي تدخل هنا الجزائر العاصمه. حققنا نتائج في خلال سنة 2019 نتائج كبيرة فيما يخص تفكيك الشبكات تاع سرقة السيارات اللي كانت تمتد على مجموع 3 ولايات حتى 4 ولايات، وين فككنا حوالي 86 شبكة إجرامية كانت متخصصة في سرقة السيارات، وكل واحدة كل شبكة طريقة السرقة تاعها.